اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمه العالمين. احبائي واعزائي متابعين قناه رويال ماشين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جول سؤال من صديق القناه، صديق القناه ده اسمه استاذ علاوي من العراق، بالتحديد من البصره. قال لي عنده مكنه صيني ابره واحده برازر، قال لي كل شويه تفطر الجوزه، الجوزه دي اللي بيركب فيها بيت المكوك. انا الكلام مش فاهمه بالظبط، لكن حاولت افهم من مجمل كلامه ان الجوزه اللي بيتكلم عليها اللي هي الكروشيه اللي هو ده، لكن تفطر الجزء يعني ايه؟ انا مش عارف تفطر يعني ايه، لكن من كلامه انا جمعت المشكله اللي هو عايز يقول لي عليها. لكن لو انا فهمت غلط اكتب لي في التعليقات وقول لي. ويستحسن يا جماعه اللي عنده مشكله خصوصا من اخواتنا العرب بيصور لي المشكله ديت في فيديو صغير ويبعته لي على الواتس. رقم الواتس انا كتبته على كذا مره على القناه عندي، يعني كل الناس عارفاه، واللي مش عارف يقول لي هعطيه له. تمام، ده اخواتنا العرب موجودين في العراق، في سوريا، في السعوديه، اي حد منهم عنده مشكله يصورها لي ويكتبها لي. طيب المشكله اللي عنده قال لي ان هي كل شويه تفطر الجوزه، والجوزه دي اللي بيركب فيها بيت المكوك بيروح لواحد ميكانيكي يصلحها له، بعد ما يصلحها له تكسر الايه، تكسر الابره. طيب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، اللي انا فهمته من كلامك ان الكروشيه بتاعك ده اللي بتقع على الجوزه ده، الجوزه ده بيهرب من المسند ده، الجوزه ده بيهرب من المسند ده، لما بيهرب منه يعني بيطلع من مكانه وتقوم الابره نازله عليه مكسور، تقوم الابره نازله مكسور عليه. طب ده بيركب ازاي؟ شايف الجزء ده، الجزء الصغير ده والجزء الصغير ده، الجزء الصغير ده بيكون راكب فيها كده بالظبط، يقوم الجزء ده بيركب هنا زي ما انتم شايفين كده بالظبط، حته صغيره ديت بتركب في الجزء اللي في الكروشيه ده هنا كده، وبعد كده الكروشيه بيتحرك المكان ده ثابت، المكان ده مع ده ثابت، ماسكه ده كده، ده اللي بيتحرك كده. طيب لما ده يهرب من هنا اللي بيحصل ده كله بيلف، فبيقوم الابره نازله عليها مكسوره، تقوم الابره نازله عليها مكسوره. انا هوريها لكم دلوقتي هنا على المكنه معايا. انا هفك السيران كمان عشان ايه يبان لحضراتكم اكتر. زي ما انتم شايفين كده، ده المسند اللي انا بقول لكم عليه، وديت الجوزه اللي هو بيقول عليها. شايفين المسند راكب ازاي؟ انا هحرك المكنه، فهو المسند ماسك الجزء ده، الجزء ده اللي بيتحرك، والجزء ده عندي ثابت مع المسند ده، المسند ده هو اللي ايه، هو اللي ماسك الجزء ده. لما المسند ده يهرب او الجزء ده يهرب منها او ده يتفك لاي سبب، طبعا الجزء ده بيقوم لافف كمان، تقوم الابره نازله ايه، مكسوره. انا اعرفكم ازاي ده بيتظبط من ايه، من قلب المكنه نفسه. اهم شيء انا عايزك تبص الحاجة، اهم شيء الجزء ده ما بقاش بايظ، الجزء ده لما يكون بايظ او بيصغر الكروشيه بتاعنا بيهرب منه. تمام، انا اعرفك المسمار بتاع دي فين، هو ده المسمار بتاعها، شايفين المسمار ده، هو ده المسمار بتاع المسند، ده مسمار المسند، بنفكه من هنا كده زي ما انا هفكه دلوقتي قدامكم. انا فكيت المسمار اهوت، وهطلع المسند بتاعي زي ما انتم شايفين كده. انا طلعت المسند، شايفين المسند هنا سليم ازاي، المسند سليم، شايفين سليم ازاي. ما بيجي يركب هنا بقى المسند ده، انا كده مش راكب، لما احرك المكنه الجزء ده هيتحرك كمان، الجزء ده كمان هيتحرك زي ما انتم شايفين كده، زي ما انتم شايفين، هتقوم الابره نازله على مكسوره. طب انا دلوقتي انا غيرت المسند ده لقيته مش مظبوط، ده مكسور، ده بقى صغير، ده بقى فيه ريش، وانا عايز اغيره. انا فكيت بالطريقه دي هركب تاني ازاي؟ شايفين مكان المسمار فاهو، مكان المسمار فاهو، ده مكان المسمار بتاعه. طب هركب ازاي الجزء ده؟ شايفين الجزء ده،
بجيبه كده بالظبط واقوم مركب المسند بتاعي اهو، بخلي ده على ايديا اليمين، ده على ايديا اليمين، هو ليه طريقه معينه، ده كده على ايديا اليمين، وهركب مكانه فوق في المسمار اللي فوق، والجزء الصغير هسنده فين؟ هسنده على على الفتحه بتاعه الكروشيه، الجزء الصغير هسنده على الفتحه بتاعه الكروشيه، وبعدين هنرجع نربط المسمار بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بعد بربط المسمار زي ما انتم شايفين مربوطش على الاخر، عشان اقوم جاي رافع هقوم جاي رافع المسند زي ما انتم شايفين كده، برفع المسند كده زي ما انتم شايفين، المسند بيكون رابطه بيكون ده نازل لتحت، لا بيكون نازل لتحت كده، لا انا هرفعه، هرفعه زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهو، كده انا رفعت المسند ايه المسند لفوق وهقوم رابط زي ما انتم شايفين كده. بص بقى المسند ماسك فين، المسند ماسك فين، ماسك في الفتحه ديت، ماسك في الفتحه دي، لازم يكون موجود فتحه دي كده. هنلف المكنه هتلاقيها بقى ايه ثابته، الكروشيه بيلف لكن الجزء اللي جوه ده ما بيلفش خالص، المسند ماسكه. طبعا ده لو اتفك الابره هتنزل عليها تتكسر، الابره هتنزل عليها تتكسر، زي ما انا عرضت حضراتكم بالظبط. ادي المسند اهوت، المسند اهو والكروشيه اهو، لازم الجزء ده يكون ماسك هنا بالظبط كده، الجزء ده يكون ماسك هنا، لازم يكون كده بالظبط. تمام، هو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. لو انا فهمت الموضوع غلط اكتب لي في التعليقات وقول لي، وصور لي الجزء اللي انت عايز تنزله وقول لي عليه. لو الموضوع انا فهمته صح امشي مع الفيديو واحده واحده واعمل اللي بقول لك عليه ده. انت كل اللي هتعمله انك هتبص على المسند بتاعك ده وهتغيره. لو في حاجه تانية انا هعمل لك، انا عملت قبل كده مجموعه فيديوهات لتكسير ابر، لو في حاجه تانية غير المسند قول لي عليها وانا هعمل لك ليها فيديو باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.